هنروح للمجلس القومي للمرأة ونظم ورشة عمل حول المشروعات الخضراء الذكية استهدفت محافظتي الشرقية وبني سويف واستمرت على مدار يومين، وده في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والمبادرة الرئاسية حياة كريمة وضمن مشروع مجموعات الادخار والإقراض الرقمي. المديرة الوطنية لبرنامج الشمول المالي بالمجلس إنجي اليماني أكدت أهمية المبادرة في توضيح أهمية المشروعات الخضراء الذكية لسيدات القرى ومدى الاستفادة اللي بتعود على المجتمع بفئاته كافة من خلال المشروعات دي. المزيد من التفاصيل بينضم لينا عبر الهاتف فإنجي اليماني، المديرة الوطنية لبرنامج الشمول المالي بالقومي للمرأة. برحب بيكي. أهلا بحضرتك. أهلا بيكي. أهلا بحضرتك أستاذة إنجي. خلينا في البداية أن احنا نحاول نفهم مع حضرتك هذا المصطلح بشكل أفضل، لأن يمكن احنا بنسمع عن المشروعات الخضراء الذكية ولكن بتكون غالبا مشروعات يعني كبيرة الحجم وكبيرة العمالة، ولكن أنتوا من خلال التوجه الحالي ويعني شمول هذه المبادرة في حياة كريمة بتستهدفوا ربما الأفراد بشكل أكبر. خلينا نفهم من حضرتك إزاي ده بيتم وإزاي بيتم استخدام أو هذه المشروعات عبارة عن إيه؟ طب انا حابه الاول اوضح ان المبادره الوطنيه للمشروعات الخضراء الذكيه هي كانت مبادره السنه اللي فاتت اتعملت من وزاره التخطيط علشان تتعرض نتائجها في الكوب السنه اللي فاتت، وبالفعل تمت المبادره وكان في نجاحات كبيره جدا، ومن ضمن المبادره دي كان في فئه مخصوصه للمراه، وهو ده علشان كده المجلس القومي للمراه كان ليه دور كبير في المشروعات الخضراء الذكيه، وفعلا فاز ثلاث جوائز كبار لثلاث سيدات من ثلاث محافظات مختلفة بمشروعات واتعرضت في الكوب السنة اللي فاتت، واحنا مفروض وزارة التخطيط بتكمل على المبادرة دي عشان يطلعوا بيها الكوب ان شاء الله في الامارات بإذن الله. تمام. احنا في المجلس من ضمن المشروع الشمول المالي، البرنامج الشمول المالي، مجموعات الادخار والاقراض الرقمي، في الاخر عايزين نوصل ان السيدات تعمل مشروعات خضراء وتكون برضو فيها تكنولوجيا، لانه المشروع اصلا تكنولوجي، يعني احنا نازلين بابلكيشن علشان نوفر على السيدات انها تتحرك وتروح تاخد الخدمه من مكان بعيد، وفي نفس الوقت نقدر برضو نقلل الانبعاثات ويبقى برضو في ان احنا ماشيين مع نفس الاتجاه العام سواء كان محليا او دوليا. فاحنا مشتركين في المبادره طول الوقت، لكن كمان داخليا احنا ده يمكن كور يعني تنفيذنا لمشروعاتنا جوه مع سيداتنا جوه القرى، فكان مهم قوي ان احنا نبدا في تجميع ميسراتنا من المشروع ونبتدي ندربهم على ايه هي المشروعات الخضراء والذكيه ونفهمهم اهميتها في ان احنا ندعمهم علشان خاطر نقدر ندعم كل المشروعات اللي بتقوم بيها المراه علشان نقدر نحفز الاقتصاد الاخضر والتكنولوجيا وندعم طبعا. كمان تمكين المراه ووجودها وإدماجها جوه الشركات حتى اللي هي مش مملوكة ولا تدار من خلال سيدات، فسواء كان إن احنا بندعم المالكين اللي بيملكوا أو بيديروا المشروعات سيدات، أو كمان بندعم الشركات اللي بيكون فيها دمج للسيدات ويكونوا شغالين في الاقتصاد الأخضر والتكنولوجيا. طيب أستاذة إنجي، عايزة أعرف من حضرتك على المدى القريب شايفة مردود المشروع ده إزاي على السيدات؟ هو الحقيقة إحنا ما كناش متخيلين إن إحنا لما ننزل ونتكلم على التغير المناخي وعلى إن في مشاكل مناخية هتقابلها السيدات في القرى وأولادهم، إن إحنا هنلاقي بصراحة يعني كان في استجابه سريعه جدا، والستات حتى خافت لما كنا بنقول لهم ان كوبايه الميه اللي بتشربيها النهارده ممكن بناتك واولادك ما يقدروش يشربوها بكره بسبب التغير او تداعيات التغير المناخي، فابتدينا لقينا الستات بتتجاوب معانا قوي وبقوا يقولوا طب احنا نعمل ايه؟ ايه المشروعات اللي ممكن مثلا لو حابين ان احنا نعمل منها؟ ولقينا فعلا في مشروعات ممكن تكون شكلها انها بسيط لكن هي فعلا بتقلل من الانبعاثات وبتساعد جدا في ان احنا ممكن ان احنا نتصدى يعني او نقلل على الاقل التداعيات بتاعه التغير المناخي. لقينا المؤسسات بيتجاوبوا معانا قوي وعايزين يتعرفوا، وفي منهم عملوا جروبات اوريدي على الواتساب علشان يجمعوا اكبر عدد من السيدات ويعملوا معاهم مشاريع صغيره ويعرفوهم بالمشاريع اللي ممكن تكون صغيره ان هم يعملوها، يعني هم بصراحه ابتدوا، احنا ادينا لهم المعلومه وابتدينا لقينا هم ابتدوا يشتغلوا مع نفسهم ومع الستات اللي حواليهم، يمكن دي من قوة وجود الميسرات جوه الكرة، يعني ان هم منهم من جواهم
وبالتالي لما بنقدر نعلمهم وندربهم هم كمان بينقلوا التدريب ده للسيدات جوه الكوره بعد كده. دي حاجه ايجابيه جدا استاذه انجي اليماني، الحقيقه مفيده جدا سواء على مستوى الافراد او على مستوى حتى الاقتصاد الوطني، لان كل ما يزيد العدد اللي بيعمل في هذه المشاريع وان بدت صغيره ولكنها في الاخر كمجموعه كبيره وكاعداد كبيره اكيد هتفرق بشكل كبير اقتصاديا. الف شكر لحضرتك الاستاذه انجي اليماني المديره الوطنيه لبرنامج الشمول المالي بالقومي للمراه.